بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندي موعد في السفارة الكندية، طالب فيزا ديال السياحة لكندا، وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو، نعطيكم المعلومات اللي غادي يطلبوها لي السفارة الكندية، بغيت نشاركها معكم. خليكم معايا مادا مشوفين. بالنسبة للناس اللي في أبو ظبي أو في العين، المكاتب ديال تيليس كونتاك اللي بغي يقدم على الفيزا ديال أوروبا أو الكندا يجي لهذا المول. هذا هو اللي كيبان لك بحال الخشب هنايا، كتدخل لداخل وكتلقى في الدور الأرضي في لكب كيبانوا لك المكاتب ديال جميع الدول الأوروبية، تما كتقدم. هذا هو في الشارع مقابل البروج الأوراق المالية البورصة. قريب على دول الاتصالات، وكتدخل لداخل وكتنزل لتحت وكتلقى المكاتب كاملين تما. أما بالنسبة للمكاتب ديال تيليس كونتاك في المغرب، كاين غير في مراكش وكازا الرباط فاس طنجة. واحد المعلومة أخرى، مثلا اللي خدم في طنجة وعنده الباسبور في مراكش خاصو يمشي لمراكش يقدم، ما يقدمش في طنجة، يعني غادي يمشي على العنوان ديال الباسبور. كذلك الناس اللي في فاس، اللي عنده الباسبور في فاس ما يمكنلوش يقدم في طنجة، يمشي لفاس. يلا ندخلوا لداخل نشوفوا شنو كاين ونعرفوكم بحوايج أخرين. كنمشيو ندخلو في قلب المول داخل، وكننزلو للدور الأرضي. كيبان لك القهوة هنا، كيبان لك المول كامل داخل هاد الطريقة هادي. هنا غنزلو للمكاتب ديال تيليس كونتاك. احنا مباشرة فاش كننزلو كنلقاو كندا هي اللي قبلتنا، هي الاولى. والمكاتب ديال الفيزا
اسيستونس وهنا كنجبروا المكتب ديال كندا هنايا طلب تاشيره ديال كندا ديالي يعني مباشره فاش كنزل من السلم من السنسور كيجبر هي هذه المكتب ديال كندا للاسف دخلت للسفاره لداخل باش نصور لكم الكواليس اللي كدور الداخل ولكن ما بغاوش معي نصور طلبوا لي لوتوريزاسيون قالوا لي خصك تجيب ترخيص بعدك مسبقا وعاد تصور قلت لهم ماشي مشكل انا اهم حاجه هي المعلومه نوصلها للاخوان والاخوات باش يعرفوا من يجي الواحد يقدم الكندا يعرف شنو الوثائق اللي يدي معاه الوثائق اللي طلبوا واللي كيطلبوا من الجميع كيطلبوا لك الباسبور الاصلي كيطلبوا لك جوج الصورات الشمسيه الخلفيه بيضاء كيطلبوا لك 3 شهور ديال الرولوفي ديال البنكا كيطلبوا لك الشهاده ديال السالير ديالك فين كينزل الراتب كيطلبوا لك الشهاده ديال العمل من الجهه ديال العمل اللي انت خدام فيها يعني بحال الرساله كيطلبوا منك الفلوس شحال عندك ديال الفلوس اللي غدي معك لديك الكندا في ديك الفتره اللي انت معمر ديال السياحه ديال الكونجي يعني واش عمر 15 يوم ولا شهر ولا شحال ديال الفلوس غدي معك كيطلبوا منك اللوطيل اللي غنمشي له تما او الكرا الا كنت كاري شي دار تما ولا شي حاجه عن طريق الانترنت ولا شي واحد كاري لك الدار وغنمشي لها كيطلبوها لك هذه يا دار يا لوطيل كيطلبوا لك تاريخ الازدياد ديال الوالد ديالك والوالده وفين ساكنين حاليا كيطلبوا لك واش الوالد ديالك خدام او الوالده ديالك خدامه حتى هي كيطلبوها الا كنت مزوج كيطلبوا لك التاريخ ديال الزواج ديالك انت والمراه كيطلبوا لك تاريخ الازدياد ديال الزوجه ديالك ولا كنت خدامه حتى هي كيطلبوا العمل ديالها وفين خدامه كيطلبوا تاريخ الازدياد الاولاد ديالك الا كانوا عندك الدراري وفين تولدوا حاليا وفين جالسين حاليا كيطلبوا منك الدول اللي سافرت ليها سواء كان دول عربيه او اوروبيه تاريخ الدخول وتاريخ الخروج هادشي اللي كيطلبوا هذه بالنسبه لفيزا السياحه لكندا ماشي الهجره لكندا السياحه هادو هما الوثائق اللي طلبوا بالحرف نتمنى نكون ما بخلتش عليكم بشي معلومه واللي عجبكم الفيديو ديروا لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد عندي ونتمنى الله يسهل الامور على كل واحد اللي في باله شي حاجه الله يسهل له الامور وشكرا.